السلام عليكم. بنتكلم في الكيميكال مينز اوف بريزرفيشن، وهناخد مثال للكيميكال مينز باي يوزنج اوف اذر كيميكالز تو ماسك بيتروفاكشن. ان احنا لابد نفرق بين حاجتين، ان احنا نعمل ميت بريزرفيشن يعني ان احنا نطول فترة الصلاحية، ونفرق بينها وبين ان انا ان يكون في فساد في اللحمة وانا ادري. فطبعا لو في فساد وانا دريت عليه فده بيعتبر غش. فحفظ اللحوم مطلوب، انما غش الفساد او ان انت تداري على الفساد بتاع اللحمة ده بيعتبر غش وده مرفوض طبعا. ان احنا في الأذر كيميكالز ده هو أول طريقة، إن إحنا بنستخدم 2% سلفر دايوكسيد. تاني طريقة إن إحنا بنستخدم بوراكس داست، بوراكس اللي هي جاي من بوريك أسيد يعني. تالت طريقة إن إحنا بنعمل بيرنينج للسلفر أند سولت بيتري. وشكراً.